ابو صفني وين صافين؟ ما في شيء حبيبي. اليوم في محل عامل سهرة كتير حلوة وجايب دي جي جديد، قال بيقولوا انه شغله كتير حلو، شو رأيك نروح وحياة الله مننبسط؟ تعرفيني لا بحب هيك اجواء ولا بحب هيك اماكن. حبيبي الله يخليك، والله طائق قلبي على سهرة، منتسلى ومننبسط. ايه خلص روحي لحالي. يعني شلون بدي روح لحالي؟ ارقص لحالي؟ لا ترقصي. بالله شو؟ اتفرج عليهم وهن عم يرقصوا وانا قاعدة؟ طيب لا تروحي. حبيبي بس بدي افهم انت ليش هيك دائما؟ انا بضل راكده ورا الشغلات لعمل لك اياها وتكون مبسوط وانت ضد كل شيء انا بحبه. اساسا لو همك زعلي او رضاي ما كنت فتحت الموضوع من اساسه. صرنا حاكين بالسيره فوق المليون مره، هاي الاجواء ما بحبها ما بحبها. ايه خلص حبيبي ما عاد روح، ما عاد بدي روح اصلا. مين؟ مايا بس ما لي خلق رب. ارجع صفون. حبيبي ليش ساكت؟ ليش تأخرتي اليوم على الدوام؟ هجرة قلت لك اني كنت تعبانة وما نمت طول الليل مشان هيك تأخرت بالفاقة. انتي ليش عم تكذبي؟ انا ما عم كذب لانه هاد يلي صار. ليه؟ انا معي فيكي دكتوراه، حافظك اكثر محافظ حالي، لما بتكذبي بعرف انك عم تكذبي. طيب رح اقول لك بس امبارح رحت انا ومايا وسهرنا وتأخرنا شوي مشان هيك ما قدرت فيه الصبح. بس بك ليه عم تبكي؟ فوتي. ليه شبك شو صاير معك؟ لا جنينيني احكي لي شو صاير؟ تخانقنا انا وهجرس وما عم بيرد علي. تضربي منك لإله كل هاي المناحة مشان هذا الشرشوح؟ لك أنا بحبه بعشقه، لك المشكلة إنه هو بيعرف بهذا الشيء مشان هيك عم بيزلني. عم يزلك؟ وكتير فرحانة بحالك؟ ليه احكي لي شو صاير بالضبط؟ عارف إني رحت سهرت معك وجن جنانه، المشكلة إنه أنا ما بقدر كذب عليه، فورا بيكشفني ما هو حافظني بصم. ما هو حق والله. ممكن تمسحي لي دموعك وتسمعيني منيح؟ تسمعي ولا ايه؟ انتي بنت حلوة ومو ناقصك شي، لك ألف رجال بيتمناكي، جمال وحلا وثقافة وبنت عيلة، على شو لاحقتي لي ورا هذا الشرشوح؟ لك انتي بس أشرب إصبعتك مليون رجال بيجي لعن كندرتك، لك قلعي صرماية. اسمعي منيح، مكتوب على هالساق
بيروح عاشق بيجي ألف مشتاق. لك مايا أنت ليش ما عم تفهمي؟ ليش ما عم تفهمي إني أنا بحبه من جوات قلبي؟ لك أنا ما فيني أتخيل حياتي بدونه. إن شاء الله عمرينك وعملتي لي فيها قيس وليلى ومكترة كمان. أنا قايمة ساوي نسكافيه بدك؟ ولك ما بدي شيء ما بدي شيء بدي هجرس. أنت وحدة هبلة على فكرة. هلا أهم شيء إنه تفتحوا صوتكم وتنظموا تنفسكم بشكل جيد. واللي أهم من هذا تعرفوا تختاروا الطبقة المناسبة لكل واحد فيكم. هذا بيسمح لكم تختاروا اللحن المناسب والكلمات المناسبة واللي بتبين تماما مزايا صوتكم وموهبتكم. وهلا بدي اسمع شيء منكم. رح اطلب شيء من ليا سمعنا لنشوف لوين وصلنا بعد هاي الفترة. تفضلي. ايه لنشوف شو تغير بعد هاي الفترة. يعني هاد فينا نقول عنه أداء علمي فني متمكن. برافو عليك. مرحبا. شو جابك لهون؟ جاي أشوفك حبيبي. ليش لابس هيك؟ طالع عندي شغلة ضرورية. آه والله؟ وأنا كمان عندي شغلة كتير ضرورية. اسمعك عمل لك مثل ليش كنا نمشي بهذا المكان خصوصا بالسنة الأولى. كنا بنضحك. لك أنا كم مرة قايل لك لا تلبسي هذا اللبس على المعهد. لك هذا معهد يا بني آدمي، معهد مانو ديسكو. لك إيه حبيبي بس لا تقلي مو حلو. جهزي حالك، اليوم بدي أخذك عبيد أهلي. شو؟ اليوم بدي أعرفك على أهلي، بس يخلص الدوام منشيل حالنا ومنروح لعندهم. إيه وشو هالقرار المفاجئ هاد؟ بعدين أنا ماني محضرة حالي. لك لا بدها تحضير ولا بدها شيء، زيارة عادية، بعرفك عليه هون وبنطلع. ايه وإذا سألوك مين أنا شو بدك تقلن؟ شو بدي قلن يعني؟ رفيقتي بالمعهد وحابة تتعرف عليكم. لا لا مو ظابطة. خلص خلينا نأجلها ليوم تاني. أصلاً ماما طالعة على بيروت وأنا لازم ودعها قبل ما تطلع. لك يا مجنونة اليوم دوامنا قصير، كلها نص ساعة بنروح وبنرجع. أوكي. شرفي. يا
يا ميت اهلا وسهلا. شكرا. يسلم ايديك، عزبتي حالك. تفضل. يسلم امي. تفضل. يسلم ايديك. حلوين ثيابك، بس كأنك مقصرة شوي، ما هيك؟ ايه معك حق، بس انا عندي مناسبة على الغدا فاضطريت انزل هيك على المعهد. كيف المعهد معك؟ ان شاء الله هجرس ما عم يعذبك. لا هجرس ما في منه، اصلا من كتر ما بيحكي لي عنكم حبيت اجي واتعرف عليكم، يعني شو ما قال ما بيوفيكم حقكم، الله يخليكم لبعض. تسلمي، هذا كله من ذوقك. عن جد لا يمل من قعدتكم، بس أنا تأخرت ولازم أمشي، عذروني. خليكي يا بنتي، ما لحقنا نشوفك. إن شاء الله برجع أكيد. يلا ديروا بالكم على حالكم. باي تانت. باي عمو. مع السلامة. مع السلامة. ليا، اسمحي لي شوي. ليا، ليا حياتي. ما لا حبيبي، سيدان اهلك هني اهلي وبحطهم بعيوني، بس كنت عم فكر يا ترى لو صاير العكس كنت تحملت. يلا روحي، هلا روحي بنحكي بعدين. ليش شو صار لحتى نحكي؟ عادي حبيبي، سلم لي على طنط وعمه. طيب ماشي، وصلك على السيارة؟ لا حبيبي ما في داعي، لا تعذب حالك. حكيني بس سيري بالبيت. باي. باي. جماعة شو صاير لكم؟ المخلوقة أول مرة بتدعس بيتنا، مو هي بتعملوها بهي الطريقة؟ لك يا ابني، أنت جايب بنت ما شفت كيف منظرها، لك أنت فايت على خان؟ لك باين عليها مو فارقة معها، لك أنت ليش عم تقلل من قيمتنا ليش؟ بعدين ليش معصب علينا وعم تتنطر فينا على الطلعة والناس هيك؟ بين علي اني ما عرفت ربيك. ابي من شان الله انت بالذات لا تنظر علينا. شرفت نصاب بيجي بياخد اللي فوقك واللي تحتك وبيقعدك على كرسي كل حياتك. لا كتر خيره الزلمه، كتر خيره اللي ترك لك هالبيت وشرفت المحل اللي نعيش من وراهم. خلاص يا ولد، بتكون انت اللي عم تصرف علينا وتطعمينا وتشربنا وانا ما عندي خبر. لك انت شو مقدم له البيت بالاساس؟ ما هيك، نحن مو مقصرين معك بشيء. مصروفك، روحتك، جيتك، دراستك، غرفة لحالك، استأجرنا لك اياها مشان ترتاح وتدرس فيها على كيفك. فوق كل هالشيء مو عاجبك. بابا والله حقك مزبوط عم تحكي. بس انا ما عم بقدر انسى. والله العظيم ما عم بقدر انسى. إنه يجي واحد يقعدك على هذا الكرسي وهيك ما نحكي شيء، والله صعبة صعبة يا أخي. بس وحياة كل شيء غالي، أنا ماني ناسيان. وإذا أنت سكتت أنا ما راح أسكت. لا والله ما راح أسكت. بيبي كيفك؟ تعبان. انت نايم؟ حبيبي انت حبني؟ ايه. وموت فيني؟ كتير. يعني رح تبقى معي طول العمر؟ طول العمر. حتى لو اهلك ما حبوني؟
وبحياتك ما رح تمل مني ولا تخوني مو؟ لا. طب اعطيني بوستي. يلا يا عمري كفي نومتك. تشاو. قومي بسرعة صوريني، جا على بالي اتصور وابعث له اياهم لهجرس. ما بدي. لك قومي بلا غلاصتك هلا. شو سر هالبسط والحماس المفاجئ؟ حكيت مع هجرس. شو يعني ما انتوا كل شوي بتحكوا مع بعض؟ لا لا لا، هالمرة مو مثل العادة. هجرس عنده شغلة أنا الوحيدة اللي بعرف عنه، وقت بيكون نايم بيصير يحكي ويرد بدون ما يفكر، بيكرت كل شي بقلبه. ايه بعرف كتير ناس هيك. وانتي من وين بتعرفي ناس كتير هيك؟ يعني بسمع بهيك حالات. المهم يعني شو قال لك هذا جوني ديب؟ قال لي انه هو بيحبني وبيموت فيني، رح يبقى معي طول العمر. واو، عن جد انك هبلة. هبلة؟ هلا صرت هبلة لانه عاجبني؟ ايه قومي صوريني خلاص بلا غلاصتك. قومي ايه روحي صوري حالك سيلفي احسن لك. هلا عمي روحي صوري حالك سيلفي احسن لك. قومي قومي صوريني خلصيني. يلا خدي يلا لك. يلا ايه تضربي انت وياه. ما بدك تبطلي العادة؟ ليش عم نمشي بموالي؟ حقي وأنا حبيبتك ولا في شي مخبي عني بالموبايل؟ أكيد ما في شي مخبى، بس اللي عم تعملي بحقك ما حلو. عيب حياتي فتشتلك موبايلك شي؟ خلص خلص خود هاي الموبايل، أصلاً ما عاد بدي أشوف شو فيه بقلبه. سيك ولك أنت شو صاير لك؟ ليش عم تتنتوري من الصباح؟ لك خلص هجرس مشان الله تركني بحالي، طول الليل ما نمت. شوفي شو صاير. امي في شي عم بيصير مو عاجبني، في شي غريب ما عم بعرف شو هو. طبيعي، ما هو امك كل شي بحياتها غريب. شو قصدك؟ ولا شي. ليك هجرس بس انا يلي بحكي عن امي، ممنوع حدا تاني يجيب سيره اهلي، عم تفهم؟ لا انت ولا غيرك. بعدين تعال اقول لك، انت ليش قاعد عم تتشفتر علي من الصبح؟ فيني افهم انا؟ على ساعه عيب فتش بموبايلك وساعه امي مو عاجبتك. ليك هجرس من اخره، انت ابدا مانك مضطر تكون مع بنت حاسس حالك انه هي منكده عيشتك. اخي بلاها على العلاقه من اخره بلاها. ايه بلاها بلاها. هجرس 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 مقطوع منك. زعلان؟ لا. لكن ليش بتعذبني؟ ما بعرف. يعني بتحبني؟ كتير. ايه قوم افتح لي لكان، انا على الباب. ايوه بطبخ شي لقلب؟ لك بدي نام؟ لك بدي نامي لعن الساعة اللي اجيت فيها نمت عندها؟ اذا نامي عم تدعنون واحصل لعبا؟ قوم يا لو قطي صوتك فضحتني بالحارة. شو صاير لك؟ اضرب انت والحارة. اللي عم صرخ عندك حبيبي؟ هذا سوء. شو؟ ولا شيء. ليش عم تطلع فيني؟ لأنه كتير بحب عيونك لما تفيق الصبح، مثل عيون الأولاد الصغار. شو مفيقك بكير؟ شوف هيك بعشقك.
فوتي فوتي. يا شبك ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ممنوع اطلع فيك يعني؟ لك ليش عم تحكي بهي الطريقة؟ حبيبي شو عم بحكي بهي الطريقة؟ عم تسألني وعم جاوبك. كنت بلاحظة كل شيء بتحكي معي نتورة بنتورة؟ هلا كل شيء عم تتنتور أنت، هلا صرت أنا معك عم بتنتور، شو بك؟ لك أنا اللي عم بتنتور، شايفة طريقتك وأسلوبك شو صاير فيه؟ آه والله طريقتي وأسلوبي أنت ما بتشوف طريقتك وأسلوبك يعني؟ لك ليه عم تعيطي؟ لك أنت اللي عم تعيطي. حضرت عشان تكون المريضة؟ أنا صديقة المريضة حامل صار لها شهرين. هلا هي بخير، حالتها مستقرة، زوجها وينه؟ هلا بخبره. خليه يجي بسرعة. ورطة ورطة ما هي؟ والله أنا حاسس بك. عفوا. الولد منك؟ ليك نحن شباب بنفهم على بعض. الولد منك ولا لا؟ ايه. شو بدي أعمل؟ حسب. أنت شو حابب؟ حابب تنزله ولا تخليه؟ لك ليش عم تبكي؟ لك شو ليش عم تبكي؟ لك مانك شايف المصيبة اللي نحن فيها؟ أنا ماني شايفة مصيبة، وشايفة شغلة حلوة كتير. أنا حمارة، معقول صار لي شهرين؟ شهرين حامل وحاسة على حالي؟ طيب تعني الجواز. لك أنت شو عم تحكي؟ شو بدي أقول لأمي؟ لك يا حبيبتي، نحن أول عن آخر بدنا نتجوز، وليك هلا اجت عيديها ورجليها؟ لا لا ما بدي. انا بدي اياك تتزوجني لإلي انا، مو لانه نحن بمصيبه وبدك تحلها. ما بدي. شو يعني؟ يعني بدي نزله. بدي نزل الولد. ما فيش دكتور هون بالمشفى بيعمل هيك عمليه. لك انت وين طاحش الطحشه؟ مش مفكر القصه لعبه؟ هي شغله ممنوعه وهون مستحيل يعملوا لك اياها لانه ما في زواج. والحل؟ في حل. الحل اني باخذك على عياده دكتور اختصاصه نسائيه بيعمل لها اجهاض، والدكتور رفيقي يعني بيضل الموضوع سري، بس بدها تكلفك القصه شوي. قديش يعني؟ يعني شي 100,000. 100,000 وما بتتعرف على شي. 100,000؟ انا هون بالمشفى طالبين مني 35,000 و100 صاروا 135,000، منين بدي اجيبهم؟ والله ما بعرف. انت جيبهم وانا جاهز. هدي حالك هدي، شغلتك كتير بسيطه على فكره. انت لهلا ما حسبت. الحمد لله على سلامتها، فقت هلا بالبنش. الحمد لله على السلامة. مش عايشين؟ ما عليك.
قديش دفعت اليوم؟ 100,000. الله يلعن الكلاب حرامية. يلا معلي معلي حبيبتي فداكي. المهم تقومي بالسلامة. ليش عم تبكي؟ لأنه ما بدي إياك تشوفني ضعيفة. ماني قدران أشيل حالي. هلا بدي أسألك سؤال. إذا أنا ضعفت ما بتشيليني؟ صرنا 3 سنين مع بعض. أول مرة بحس بحنانك لفك. وأنا هيك أول مرة بحس إنه لهي الدرجة خايف عليك. يا ريت صاير معي هيك من زمان. بدك لا ولو بعيد الشر عن قلبك. بحبك. وأنا بحبك. حبيبي خلص ما عاد فيني. لا حبيبتي هذا الصحن بده يخلص كلياته لأنه جسمك تعبان ولازم تعوضي. حبيبي والله ماني قدراني خلص. فكرت لي بشي حجة أولى لماما مشان نام اليوم هون؟ هلا لقيت أنسب شي إنه تقولي لها إنك نايمة عند معي، ما في غير هيك. أوكي. ألو كيفك ماما؟ شوفي بس كان بدي أقول لك إنه أنا بدي نام اليوم عند مايا. ماشي. ايه حبيبتي وين كنا؟ ماشي الحال. تشربي اشربي عصير. أهلين ماما. مرضاني؟ لا بس تعبانة شوي. بس هاد المسكن كتير قوي. شو عم يجايك؟ شو بك؟ شو حاسة؟ شو صاير معي؟ ما في شي ماما. اشتقت لك كثير وانا كمان اشتقت لك يا ام. انا صوتك مو عاجبني. ساعدك موجوعه؟ ايه ملخبطه كثير. ماني منيحه ابدا. ليه اذا بدك بيجي برجعك على الدكتور. لا لا هجرس لا. قلت لك ملخبطه شوي يعني ما في شيء محدد عم يجاني. شبك ليش ما عم تفهم علي؟ هي قلتي لي شبك شايفه حالك شلون عم تحكي؟ لك خلص خلص لك مو ضايع حالي تركني بهمي.
ليك عم تطلع فيني؟ عم بتطلع عادي، شو ممنوع تطلع فيك؟ لا مو ممنوع، بس مو هيك تطليعه، لانه انا حافظتك اكثر من عالي لما بتطلع فيني هيك. ولا شبك شبك، ليش جاي لك؟ ليش من الصبح عم تتنطوري فيني؟ حاكيني. ليه عم تبكي؟ ليه عم تبكي؟ لانه بدي اياه. شو بدك؟ بدي الولد. تعرف شو يعني تروح الولد وهو ببطنك؟ وليش عم تحمليني مسؤولية القصة؟ أنا خيرتك ولا ما خيرتك؟ خيرتك ولا ما خيرتك؟ عم تصرخ علي مشان الله! واقف السيارة على اليمين! أبلك واقف! عشان تعذبني! واقف! تعي! لوين نازلي؟ بدي اياك بعد، بدي اياك! هدي، هذا اللي عم تعملي جنان هيك؟ شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ الله يوفقك بنت الولد. حبيبتي نحن بعدنا صغار وبكره بنتجوز وبنجيب 20 بنت بس وإيه؟ خلاص. تاخدي هي ولا هي؟ ايه ستي؟ هاي الولد وروحنا والتخرج قرب. انت ملاحظة شغلة؟ لك حياتنا كلها انجازات. يا لطيف كيف مرق المعهد وما حسينا فيه. أنا بالرغم من التخرج على فكرة. يعني إنه ليه؟ المهم الواحد يتخرج وبعدين بحل ألف حلات. لا مو مهم واحد يتخرج، شغلتنا معدة كتير، بدها مونتاج ينعاكي وبدها حدا يدير جلعصات. نحن وين فايتين؟ هجرس، أنا من زمان ما سمعت صوتك، غني لي. شو أقولك؟ فينا نرجع تحكيني حبو اسمع شو أقولك؟ فينا نرجع تحكيني حبو اسمع ونقعد خلف حفاف العمر ونقعد خلف حفاف العمر والشوق بقلبي ينبع شو قولك؟ شو قولك؟
مبروك مبروك النجاح والتخرج بابا مبروك حبيبي. بهالمناسبة شوفي شو جايب لك. شوفي واو كتير حلو. بس يعني هاد مو هدية التخرج لأنك كنت وعدتني تعملي فيديو كليب مو؟ ولا بدك تتراجع؟ لا أبوكي ما بتراجع. شوفي بابا من بكرة لقي لحن وكلمات حلوين وراح أعمل لك كليب بكسر الدنيا. ألف مبروك يا ابني ألف مبروك. الله يبارك بعمرك يا أبي. لا 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 إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله بفرح فيك بولادك تقبر أمك يا حق. تفضل يا حبيبي أنت. الله يخلينا إن شاء الله بشوفك بأعلى المراتب. لا 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 لا. خلاص اتركي الولد بحاله. أهل البناية كلياتها عرفت إنه ابنك تخرج من المعهد. أنا عم أفرح بابني واللي إله عندي شيء يجي ياخده. لك إن شاء الله بتقبر أمك يا حق. بعيد الشر عنك أمي بعيد الشر. الله يخلينا ياكي. عم أعمل نمورة لروح شوف شو صار فيها. أنا بعرف إنه تخرج لحاله ما رح يكفيك بس صدقني فترة صغيرة رح تسمع أخبار بتسرك كتير. كل نمورة عني وعنك. ها وينك؟ بالبيت بس كنت عم بلبس ثيابي نازلة على الجيم. ما قلتي لي انك رجعتي على الجيم. ايه ما لانه هيك يعني ما بعرف ضايق خلقي كثير فقلت لحالي بنزل وبتسلى. وينك انت حبيبي؟ بالبيت. اوكي حبيبي انا بس اخلص من الجيم بحاكيك. ماشي ماشي يلا باي. مثل ما قلت لي فوتي فوتي. شو اسيا هذا الجيم تبعك؟ اسيا مايا بدي افهم انت فاتحه جيم من بيتك شيء؟ حبيبي اهدى وخليني افهمك السير. شو بدك تفهميني؟ لك شايفتيني حمار؟ ولك انت وحده كذابه ولا كذابه؟ الكذب عم تاخذيه مع المي والشرب. اسمعي اسمعي اللي بيننا خالص انتهى. انا ما عاد فيني كمل بهذا الكذب. ما عاد فيني كمل ولك باصغر الشغلات واكبرها عم تكذبي. يخرب بيتك. خلي الجيم يفيدك خلي الجيم يفيدك. طولي بالك. هدي. ايه ايه ابكي ابكي اكثر اكثر لانه هيك واحد شرشوح بيستاهل انك تدفي حالك كرماله. معقوله؟ انا ما بصدق قديشك غبيه ما بصدق. ليا حاجتك لانك عن جد وترتيني. خلصنا بقى ان شاء الله عمرينه. اجت منه ومو منك. لجهنم خليه يروح يشوف حياته بدونك كيف رح تصير. اساليني انا بكره ليه رجع لك مثل الكلب. هدول الرجال كل ما زليتيهم كل ما ركضوا وراكي وكل ما ركضتي وراهم بدهم يزلوكي. سأليني أنا خبرة. أنا بعمري ما تخيلت إني نحط بهيك موقف. لك حسسني إني جاي مع شاب لحتى أخونه ومسكني مسك اليد. لك خلص شيليه من قلبك شيليه من عقلك.
معقول لكن هذا الشرشوح يكون فارس أحلامك؟ أعطيني سيجارة. أعطيني. ماشي يا هجر، ماشي دكتور، اترك اترك، ما في مشكلة، تركني أصلاً كمان أنا مليت وداخلي منها، بس راح تشوف عمل اللي بدك إياه، أصلاً أنا مو فرقاني معي. شو العلم نمت؟ كذابة، كذبتي. مين وين؟ راح الآن للوسخة مايا، ما بتقلي ولا انت نايم ولا فايق؟ تركة ما حكيت معي. سلاما قولا من ربي الرحيم. هذا اكيد جاي. كذب. لا بخش القلب. كذاب بتكذب. شفتي هالحيوان شو عمل؟ عم دار وشه كأنه ما بيعرفني. ماشي انا بدبره. خلص نسي، طلعي من راسك بقى، والله ما بيستاهل ضفرك. هو هيك. المهم هلا امتى بدنا نطلع على بيروت؟ بكره اذا بتحبي. بكره ماشي، بس على الاكيد. ايه على الاكيد. عندك شوفور تحكي معه ويطالعنا؟ عندي واحد بتعامل معه دائما، هو بيطلعني. تكرم عيونك. ماشي. قوم بخش القلب، الولي بده اياك. يلا بيجي بشوفك من بس شوي. وعلي راح اصطيح. ايه قال اول ما شافني قال حس انه في شيء غريب وخاص، يعني حاسس انه في كيمياء بيناتنا. طبعا انا ما خليته يمد ايده. قلت له انه انا ماني سينجل وما فيني اتقبل اي علاقه هلا، وهو طلع ظريف يعني تقبل كلامي. يعني اصدقاء لهلا وبس؟ اي. شو رأيك نلعب بلياردو؟ يلا يلا خدي هاي. شو الشرط؟ شو ما بدك. أمي. شو أمي؟ بدي أسألك سؤال. هلا أنا إذا خطبت عندكم مشكلة شيء؟ مين بدك تخطب؟ ست الحسن والجمال؟
امي هلا بغض النظر عم بحكي على الفكره بالعموم. لك يا امي هذا يوم المنى، بس هالمره احسن الاختيار، مو مثل هذيك البنت المفقوعه. يعني انا ما بعرف ليش هيك بتضلي نكديه وبتضلك دار ببوس. ما بعرف شو بدي ضايعه كلهم ورا هذا الاجداب. مو خلي عم لعب فيك مثل الطابه. ليا شو يا؟ ما خبرتيني كيف كانت بيروت؟ ما دخلك؟ ما دخلني؟ مو نحن تاركين فما حدا له علاقة بالتاني. طلعي روحي طلعي روحي طلعي حطي ثيابك وانزلي بدي اياكي روحي. بس أنا ما بدي اياك. بابا اهلين بابي كيفك؟ شو هالرقم اللبناني اللي عم تحكي منه؟ يا بابا هي قصة طويلة وما بقدر اشرح لك اياها على التليفون. على كل حال انا بس عم خبرك مشان تعرفي مكاني وما يبقى بالك عندي لانه بعرف انت دائما بنشغل بالك علي. شوفي بابا بعد فترة انا رح اجيبك لعندي، بس يعني اعطيني فرصة هيك لبين ما تظبط اموري هون. طيب يا بابا ليش نقلت على بيروت نهائي؟ شو صاير معك بابا؟ بعدين بابا بعدين بعدين تعرفي. هلا انا مضطر انه اسكر لانه في عندي شغل كثير. اي بابا يلا باي 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 باي. رجعت كل شيء فهمته منها انه ما عاد بدها يعني
انت بدك يا يعني. ما بعرف هذا ما بعرف انا اسمعني انت بعد شوي بدك تعمل مطبخ وبدك تدخل على هذا الوسط الفني وهذا الوسط صعب كثير صدقني انا ما عندي اعتراض عليها بس ليها طموح كبير وبدها تصل للشهرة بسرعة فمستعد ادوس على اي شيء انا بشوف انه هالبنت ما بتناسبك ولا خرج تكون امه ولادك بتعرف شو الصعب القصة؟ هو الاشتياق عم بشتاق لها كثير فجأة هيك حسيت انك انا بعبي عليك الحياة والواحد بس يترك بعد علاقة حميمية بيصير مثل رضيع اللي انفطر بس الايام كفيلة تنسي كل شيء بيصير مجرد ذكرى انه انت كل البنات بتحكي معهم بهي الطريقة؟ إيه مو اي بنت بينحكى معها هيك، انت مو مثل اي بنت. ايه ما قلت لي، شو عم تعمل باللادقية؟ ما قلت لك قبل اني بحب اغير جو وسافر وقت الفضاء، هلا هون ما في مشاكل ويعني الوضع مريح. حلو، شو عامل اليوم؟ والله ما بعرف، عم فكر اطلع العب شدة مع الشباب. ويعني نتسلى شوي. ايه وين بتقعدوا؟ في كافيه على البحر بجنن، منضل قاعدين فيه. طيب انت ما بتخاف تطلع بهي الاوضاع وخصوصا انه انت ابن تاجر كبير؟ يعني اكيد في خطر عليك. يعني كلنا تحت الخطر مو بس انا. وبالعموم انا اخذ حذري. طيب الله يحميك. شو قلتي؟ قلت الله يحميك. يا الله شو حلوه من تمك. يلا ما بدي أخرك عن رفقاتك مع أنه كتير مبسوطة بالحكي معك. يا ستي رح أفقس رفقاتي وأبقى معك، لك أنت عندي بالدنيا كلها. لا لا عن جد قوم روح، خلص بس ترجع منكفي حكي. لك عم بقلك خلص رح أبقى معك اليوم. هاتي احكي لي كيفون عيونك حلوين اليوم؟ شي ما عم بفهمه يا مخلوعة على قدنا عمره أيام وسنين يعني كيف هيك بتروحي على بيروت من دون ما تخبريني شو أنا رجل كرسي بحياتك نسيت اللي عملته ببيت مايا هون حطنا الجمال بيت مايا وانت نسيتي انه نحن متفقين تقطعي علاقتك بهي البنت لك بتكذبي علي وبتقولي لي انك بالجيم بروح بشوفك عندها بالبيت امشي اجرس ما بعرف أنا بالفترة الأخيرة اكتشفت إنه نحن ما بنشبه بعض أبداً يعني عم حس إنه علاقتنا ما عم تتطور كل ما عم ترجع لورا هو أنا لك شغلة أنا جاي مشان هذا الموضوع شو؟ أنا حكيت أهلي مشان الخطبة وهن موافقين يعني بأي لحظة أهلك بيقولوا أوكي بيجوا أهلي بيخطبوكي خطبة؟ لك إيه خطبة ليش مستغربة؟ بعد كل شي صار بتقلي خطبة؟ ليا انت بعدك بتحبيني؟ هجرس ما بعرف انا حاسه حالي مخربطه ما بعرف يعني عقلي بيقول لي شيء وقلبي بيقول لي شيء ثاني فانا ما بعرف شو بدي جاوب يعني مشاعرك اتجاهي خلصت؟ مستحيل مشاعري تجاهك
مستحيل تتغير. انت شو عم تحكي؟ ليه انت بتعرفي شغلة؟ لك انا بعشقك عن جد، بعشقك. وانا بعشقك. ماما ليش قاعدة بلعتمة لحالك؟ يمكن نقضي حياتنا كلها بلعتمة. خير شو صاير؟ ليش هيك عم تحكي ماما؟ أبوكي صار مطلوب، حجزوا على كل أملاكه. مطلوب؟ شو عامل؟ ليش مطلوب؟ في مليون سبب. أبوكي واحد وسخة. وطبيعي انه يهرب ويترك وراه جبال من الهم. ماما فيني افهم شو يعني انحجز على املاكه؟ ليا انت غبية شي. نسيتي انا كيف طلعت من السجن؟ نسيتي الواطي الحقير خلاني اتنازل عن كل شي بملكه مقابل انه يطلعني؟ يعني انا كل شي بملكه صار له، وهو حجز على كل أملاكه. يعني أنا وإنتي رجعنا للصفر. إيه؟ لا مو للصفر، رجعنا لتحت الصفر. ماما إنتي شو عم تحكي؟ تعرفي شو عم تخبصي؟ يعني انت بدك ياني؟ لا يا اكيد بدي اياكي. يعني معقول بعد كل شيء صار بيننا عم تسالي هيك سؤال؟ ما بعرف، بس بلكي بكره تزوجنا ورميتني مثل العاده. لا حبيبتي، بعد كل شيء مرق خلاص انسي. اساسا انا لما بعدتي عني حسيت حالي ضايع، مشان هيك رجعت. طيب امتى فيك تجيب اهلك؟ امتى ما بدك، انت حددي وانا جاهز. الو، هاي كيفك؟ ما بعرف شو بني، بس حاسة حالي تعبانة شوي. من شو؟ شوية مشاكل عنا بالبيت، حاسة حالي كرهانة كل شي. طيب شو رأيك تيجي لعندي؟ أنا لساتني باللاذقية، يعني تغيري جو تقضي لك كم يوم عندي. لعندك؟ لا ما بعرف، بس بخاف من الطريق. لك الطريق رواق، ما في شي. أنا ببعت لك شوفير لباب بيتك بيجيبك لعندي. طيب ماشي، أي ساعة بيكون الشوفير عندي؟ شوي وبخبرك. انت جهزي حالك من هلا مشان الصبح تطلعي بكير. اوكي. لك يا غبيه، انت بتعرفي انه ابو نوار من اكبر تجار البلد؟ لك بعرف بس شو؟ لك انت براسك مخشي؟ هذا البنات بيحلموا يحكوا معه، بيعمل يلي ما بينعمل. اوعك تفلتي من ايدك. ها اوعك. بتعرفي هو قال لي انه بده يوقف معي بإنتاج الكليب. لك ايه طبعا، هذا بيقدر يساوي لك سي دي كامل، بس عرفي زبطيه انتي. يعني اطلع لعنده؟ لك ايه طبعا، اطلعي وقوي علاقتك فيه كتير. بس مايا هدول بيخوفوا، يعني معروف شو بدهن من البنت، كم يوم وتقليعة وخالصين. والله يا حبيبتي انتي وشطارتك، بإيدك تخليه يساوي لك اللي بدك اياه، وبإيدك فيك الطفشي. هلا هو حباب وظريف يعني، وحاسسته انه حاببني، بس ما بعرف قلبي ناقزني منه، بعدني ما بعرفه مايا. اسمعي مني واطلعي بكره معه، قضي كم يوم خليه يتعلق فيكي كتير. انا شايفته شاب ممتاز. وهو هيك، رح اقول لماما اني رح اجي نام عندك كم يوم. خلص احتي هلا، ماني فاضيت لك. تشاو، نحكي بكره.
ايه بيبي سوري، بس عندي اتصال كان من البيت وعم بحكي. وين كنا؟ شو حبيبتي ليش ملبكة؟ مين عم يدق لك؟ هذا هجرس. هي علينا، ما بقى يحل عنك هذا الغليظ. على ما يبدو ما عم يقتنع انه نحن خلص تركنا. طيب شو رايك اخفي لك اياه ورا الشمس؟ ما خلي حتى الدبان الازرق يعرف محله. لا 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 لا، الله يخليك، ما بدنا مشاكل. خلص انا بتصرف معه. كل العزايا اللي اجا مني ما عاد يأذيني، ولا عاد تفرق معي معي اني ضيعت سنيني. كل العزايا اللي اجا مني ما عاد يأذيني، ولا عاد تفرق معي معي اني ضيعت سنيني. كل ما قدامي انحكى عني بضحك لاني ما عاد تعنيني. الحلم كل شي مرة، قصصنا الحلوة ورق احترى، والصادق بيكذب واللي بيكذب صدق. مثل الحلم كل شي مرة، قصصنا الحلوة ورق احترى، والصادق بيكذب واللي بيكذب صدق. وشو نفع الدولة بعد الغرق؟ بقى بدك تروق وتهدي على حالك شوي ولاقي لك شي بنت تانية، لأنه ليا خلص صارت بوضع تاني. قد ايش صار لماما؟ صار لهم فترة منيحة. لوين ساكن؟ نوار هلأ باللاذقية، وهو ابن رجل أعمال كبير كتير. عم تقلها ما عم ترد، بتعرفي وينها؟ ليا عن نوار هلا. قد ايه؟ وينها؟ قلت لك بالعد ايه. بتعرفي اذا بتكوني عم تكذبي؟ لا ليا ولا اللي اكبر منها راح يفكوكي من ايدي، عم تفهمي؟
نوار شو عم تعمل؟ نتحاسب بعدين. كل العزايا اللي اجا مني ما عاد يأذيني ولا عاد تفرق معي معي اني ضيعت سنيني. كل العزايا اللي اجا مني ما عاد يأذيني ولا عاد تفرق معي معي اني ضيعت سنيني. كل ما قدامي انحكى عني بضحك لاني ما عاد تعنيني. من 25 سنه كنت شبك باول عمري مثل حكايتك. جيت على هيدا المحل وقعدت على نفس الطاوله. حبيتها كتير. رسمت حياتي ومستقبلي كله على أساس وجودها حتي. بكل بساطة خنتني، ضيعتني، مشتني وراها مثل المجنون بكل الشوارع وراحت. إذا بقول لك إنك كرهتها بكون عم كذب عليك. نحن الرجال بس نحب كثير وبكل جوارحنا. إذا حبينا بنضعف بننكسر. الحب بيقتلنا. وشوي شوي بلشت القصة عندي تتحول لنوع من التحدي. لأنها تركتني وراحت مع واحد معه مصاري. ورجعت تركته وراحت مع واحد تاني. وهيك كملت حياتها لتحولت لوحدة وسخة. كل هم المصاري. بس ما قدرت اكرهها. بليت حبها. بلشت اشتغل. بلشت اشتغل واكل الشغل بسناني حتى حققت كل اللي بدي اياه وصار معي مصاري. وشوي شوي اكتشفت انه الدنيا الانسان طماع. ولما برن عنده جرس الطمع بيدعس على قلبه وبيلحق مصلحته الشخصية. أنا بعرف إنه كلامي هلا ما كتير رح يقنعك ولا رح يعمل معك شيء، بس بعد فترة رح تعرف إنه كلامي صح. البنت اللي أنت حبيتها وخانتك هي ما عادت قصة بحياتك، بس أنت رح تضلك قصة بحياتها. أنت شاب قوي، ليه؟ الطموح بعيونك. ما تخاف ما تخاف، رح ترجع توقف على اجريك وتمشي احسن من الاول. بس بدي منك شغله، دايما تذكر كلامي. تذكر انك انت تحب البنت اللي طموحها بيكمل طموحك، وتبعد عن البنت اللي طموحها بيبلع طموحك. شوفي ريان، موقف امبارح بدل على شيء واحد بس. انت لحد هاللحظه بتحبي لها الكلب، ومو انا اللي بكون قبرة بنج او مسكن علامه. لك انت شو عم تخبص؟ انا ما ضحكت عليك وشرحت لك كل وضعي مع هجرس. بعدين مو انا اللي قلت له يلحقني لهون، اصلا ماني مبسوطه بوجوده هون. نوار نوار شبك؟ انت ليش ما عم تصدقني؟ انا عن جد حبيتك وارتحت لك. وانا كمان، بس ماني شايف مستقبل لعلاقتنا. فهمت عليك. قصدك تقول انك انبسطت معي كم يوم وهلا لقيتها حجة لحتى تنهي هي المهزلة اللي بيناتنا. قول صدقني ما رح ازعل. لا مو هيك الفكرة، بس شو؟
أنا الحمارة اللي وثقت فيك وحبيتك وعطيتك سري. أنتوا الشباب كلكم هيك بتتمسكنوا لحتى تاخذوا كل شيء من البنت، بعدين بتصيروا مثل الكلاب. اسمع، أنا هلأ نازلة على الشام وبحياتك لتورجيني وشك. بتعرف يا هجرس، أنا كثير مقتنع فيك، بتذكرني بشبابي وكثير متحمس لك. أكيد رح يكون في شغل مع بعضنا كثير مهم. أنت مشروع ستار رح يكسر. نو، عمري ما فكرت كون هيك. ليه لك أين درست المرة؟ أنا درست لأني بحب غني يعني بس. كرمال هيك رح تصير ستار كتير مهم وتكسر الدنيا. شوف أنا ما عم بشتغل معك كرمال سوي بعلوم، هيدا بزنس وكل واحد فينا رح يستفيد من التاني. رح بخد لك موعد مع كذا شاهد وكذا مطعم، رح نشتغل على غنية وكليب، وأنا رح أكون عندك إيش. أنت جاهز؟ لا أنا جاهز يعني، بس بتعرف شو؟ بلكي ما زبط. لا أكيد رح يزبط بإذن الله، لأنه هيدي شغلتي. خسرت كل شيء، كل شيء. بابا راح، ماما صارت عايشة على كوكب تاني بعد ما فلست، وأنا ضيعت أحلى شيء بحياتي. ضيعت حبيبي ولحقت واحد تافه وحقير. انتي ما ضيعتي شيء، بالعكس انتي هلأ بلشتي، مو ناقصك شيء. بنت حلوة وصوتها حلو وسنجل، بتساوي اللي ما حدا ساوى. بس اسمعي مني. سمعت منك وشفت شو صار. لا ما سمعتي مني، ونوار ما كان عمل معك هيك لو ما كنتي هبلة وجدبة. على كلين اللي راح راح، ونحن بنات اليوم. جهزي لي حالك، نطلع مشوار على بيروت. رح عرفك على ناس مهمة كتير كتير مهمة، ورح يساعدوكي وتصيري فوق. بس شلحي لي توب الجد بنيهات وركزي معي. أوكي يا حب. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها.